قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية لأعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، ومن بينها محور المستشار عبد المجيد محمود بطول 7 كيلومترات، وهو المحور الموازي لشارع 9 بالمقطم. وتابع السيد الرئيس كذلك أعمال تنفيذ كوبري طه حسين الرابط بين محور ياسر رزق بمناطق المقطم والمعادي بمحور الحضارات، ومنه إلى مناطق وسط البلد وكورنيش النيل. ويعد كوبري طه حسين من الأعمال الهندسية الفريدة، إذ يبلغ ارتفاع الأعمدة 50 مترا، مما أدى إلى استخدام أوناش خاصة في إنشائه بحمولة تصل إلى 850 طن. عمل كبير أو عظيم. تمام سيادتك يا فندم. طمني، أنا جيت قبل كده من شهر، قالوا لي شهر 8، قلت معقول. تمام يا فندم. يا فندم، احنا فندم سيادتك مشرفنا بكوبري طه حسين يا فندم. يربط كوبري طه حسين يا فندم محور ياسر رزق مع اللواء صلاح الشاذلي يا فندم والاوتوستراد. طول الكوبري يا فندم 900 متر، يتراوح عرض الكوبري يا فندم 29 متر حتى 32 متر في اماكن الربط يا فندم، 4 حرم مرورية في كل اتجاه. ارتفاع الكوبري يا فندم 50 متر. سيادتك يا فندم، احنا عندنا هنا في الكوبري 4 تحديات. اول تحدي يا فندم تنفيذ الاساسات العميقه، فنفذنا باكبر مكان لتنفيذ الاساسات العميقه في المقاولين العرب، 4 مكنات اكبر مكان يا فندم لتنفيذ الاساسات العميقه. تاني تحدي يا فندم واجهنا الاعمده، ارتفاع العمود يا فندم يصل ل 50 متر، فاستخدمنا الشدات الخاصه يا فندم لتنفيذه. تالت تحدي يا فندم الفريم، تنفيذ الفريمات، استخدمنا يا فندم الفريم على ارتفاع 50 متر، استخدمنا الشده الطايره. رابع تحدي يا فندم وده الاخير، رفع الكمر الخرسانه والكمر المعدني يا فندم. طبعا يا فندم هنا وزن الكمر يتراوح بين 100 طن من 100 ل 120 طن يا فندم، فرفعناه هنا على ارتفاع 50 متر، فاستخدمنا يا فندم اوناش كبيره جدا زي الونش اللي موجود في الموقع يا فندم بيتفك. ورافع يا فندم، ايوه تمام يا فندم، ونش 800 عشان نقدر نرفع الكمر على 50 متر، عشان نقدر نرفع يا فندم على 50 متر يا فندم. ده عندنا فندم هنا الموقف التنفيذي للمشروع، احنا فندم نفذنا نسبه التنفيذ للمشروع 92%، فاحنا فندم ملتزمين باعلى معايير ضبط الجوده لتنفيذ المشروع ونخرجه ان شاء الله يعني على اعلى ما يكون يا فندم. طب انتوا التحميل هتحطوا تحميل وزن قد ايه؟ يعني انتوا هتعملوا تجربه التحميل التجربتين؟ تم عمل تجربة التحميل بناء على تعليمات سيادتك. احنا عندنا جبنا جامعتين، جامعه القاهره وجامعه عين شمس، اكبر الجامعات اللي بتقوم بضبط الجوده والتشيك، عمل تشيك على الكوبري، وان شاء الله باذن الله طبقا لضبط الجوده اللي احنا شغالين عليه حضرتك، احنا عاملين تعاقد مع 3 معامل خارجيين بالاضافه للمعامل الرئيسيه بتاعه المقاولين العرب، لان ده عمل فريد وعمل عظيم وما نقدرش ان احنا ما ندلوش اكتر من كده حقه في المعامل. فاحنا متعاقدين مع 3 معامل بالاضافه للمعامل الرئيسيه بتاعتنا. كل عربيات الخرسانه بيتم عمل عليها مراقبه جوده من قبل ما تخرج من المعمل، لان الارتفاع شديد في درجات الحراره، بيتم قياس درجه الحراره قبل الصب. الحديد بيتعمل اختبارات على كل عربيه حديد بتيجي، بناخد عينات من كل باتشه وبنعمل اختبارات الحديد. الباكيه المعدن اللي هي اكبر باكيه متنفذه دلوقتي، اخذنا منها عينات من كل الصاج بتاعها من كل منبر، عملنا عليه اختبارات. طيب احنا على كل حال يعني انا مطمن، لكن احنا بنعمل ده لينا ولل يعني بدل ما الناس تتحرك وتبقى طبعا هنا هيبقى فيه بيتحرك عربيات كتير وتريلات طبعا يا فندم. تمام يا فندم، فبنا مطمنا ان التحميل اللي احنا عملناه التجربتين. تمام سيادتك، التجربه ان شاء الله فندم قبل عيد الاضحى وتجربه بعد عيد الاضحى، مش تجربه واحده. تمام يا فندم، زي ما اتفقنا احنا عايزين نتحرك نروح نعدي على الكوبري كده. انتوا مرتبين موضوع التجربه ده؟ يا فندم مع جامعتين مصريتين، جامعه عين شمس وجامعه القاهره، هنعمل تجربه تحميل على اكبر باكيه عندنا، الباكيه المعدنيه اللي هي 65 متر، وعندنا هنعمل تجربه تحميل على باكيه خرسانيه عشان يبقى كده عملنا تجارب على نوعين من الرزرات. طيب برضو السؤال ده انا بساله دايما يا هاب ليكم كلكم، يعني يخلص بخير، احنا ايه اللي ممكن نعمله تاني؟ احنا هنا خلينا المقطم واضح في مواصلات مصر. ايوه يا فندم. ايوه يا فندم. لا صحيح، ايوه والله يا فندم، القاهره الكبرى بالكامل واللي جاي من المحافظات كمان كله هيبقى متجه في الاتجاه ده عشان يوصل لاي مكان في القاهره الكبرى. النهارده الناس كانت مستغربه قوي احنا ليه بنعمل مجموعه المحاور الكبيره دي، ياسر رزق، عبد المجيد محمود، شارع 9، مش كده؟ عبد المجيد محمود يا فندم هو كان المقطم فعلا الاول في شارع 9 بس، دلوقتي في المقطم في 4 محاور. عبد المجيد محمود سيادتك واصل من شارع 9 بيوصل لمحور ياسر رزق، بيوصل لطريق صلاح سالم، وبيوصل للطريق الدائري، وبيجي هنا يا فندم عشان نعدي بيه اعلى طريق الاوتوستراد
ونوصل بيه سيادتك المرحله اللي بعدها اللي سيادتك يعني السنه فيها دلوقتي، ان كوبري العاشر نفسه بالمنطقه التقاطع هناك مع النيل هتتطور بالكامل. كوبري العاشر هيتوسع وهيبقى في رامب نازل في اتجاه التحرير واتجاه وسط البلد، ما كانش الكلام ده موجود قبل كده، وهيتعمل كوبري في التقاطع اللي هو في جبهه زيد تعاون هناك سيادتك، عشان الحته العوده هناك اللي هي كانت زحمه جدا حته مقفوله تماما في البدايه. صدق امر ده فندم، احنا كوبري العاشر ما نشتغلش فيه الا بعد امتحان الثانويه العامه عشان ما نعملش مشكله، بالتنسيق مع الاداره العامه للمرور ان احنا عاملين محاور تبادليه بعد كده كمان، بس عشان بعد الثانويه العامه هنبدا نشتغل فيه سيتنج. فاللي هيتعمل بعدها فندم اللي هو المنطقه اللي بعدها على طول كوبري العاشر هيوصل لغايه كورنيش النيل، هيتوسع الكوبري لغايه كورنيش النيل كده. سيادتك المحور الثاني اللي هو شارع 9 تم تطويره بالكامل يا فندم، واتعمل الامتداد دي اللي يربط مع محور ياسر رزق ويوصل لهنا، ومنه برضه طريق صلاح سالم والاوتوستراد والطريق الدائري ومحور حصب الله الكفراوي، من حصب الله الكفراوي سيادتك هيوصل لغايه طريق الاوتوستراد. وسيادتك امرت ان احنا حاليا بدانا ننفذ استكمال للمحور، هيمشي لغايه المعادي واعلى المعادي بكوبري يوصل لغايه غرب النيل، وبعدين في مرحله ثانيه بندرسها ونعرضها على سيادتك نوصل لغايه طريق السياحي سيادتك للطريق الدائري. سيادتك المحور اللي بعده اللي هو المحور الثالث اللي هو المحور الكورنيش اللي هو موجود فوق يا فندم، فوق هناك بين سيادتك اللي هو فوق ده محور كان قديم وموجود وكان متهالك وكان فيه مشاكل كبيره جدا، الارض كانت بتهيئ تعمل فيها اعمال صناعيه سيادتك امرت بيها مهوله جدا، بقى محور ثالث. المحور الرابع محور ياسر رزق اللي هو تحته سيادتك، الكلام ده كله ما كانش موجود في المقطم، هو كان طريق واحد، الكلام ده فك العقده الموجوده في المقطم وخلى اللي جاي من الصعيد، اللي جاي من القاهره الجديده، اللي جاي من العاصمه الاداريه الجديده، اللي جاي من منطقه المعادي، اللي جاي من بعد كده اما نعمل الكوبري الجديد اللي في منطقه المعادي اللي اعلى النيل، اللي جاي من طرق الصعيد كلها واللي جاي من طريق السياحه وبيخدم على المتحف المصري الكبير، كل الكلام ده يقدر يوصل من هنا لهناك بدون مرور للطرق اللي هي القديمه كلها والطريق الدائري، خفينا الحمل عنه تماما في المناطق دي كلها. فسيادتك دي مشروع متكامل مع الناس كلها، واتعمل على الطريق الدائري يا فندم مع بالتعاون مع وزاره الاسكان ووزاره النقل طبقا للدراسه اللي كانت معروضه على سيادتك متكامله، عده محاور بتعدي الدائري نفسه بحيث حيل المرور على الدائري، زي محور عمرو بن العاص، محور فريق كمال عامر، محور السكه الحديد، طريق السكه الحديد اللي هو موازي طريق الاوتوستراد الموجود هنا. دي كلها يا فندم شبكه طرق متكامله الدوله كلها بتشتغل فيها، الهيئه الهندسيه مع وزاره النقل مع وزاره الاسكان حلت المشكله للقاهره الكبرى، بس مش القاهره الكبرى لوحدها، وللي جاي من خارج القاهره الكبرى سواء الوجه البحري او مدن القناه او الصعيد، يعني انه يوصل المحافظات بالكامله للدوله بالكامله. طب برضو السؤال لسه قائم، ايه اللي انتم شايفينه ممكن يتعمل هنا واحنا ما عملناهوش يا احمد؟ هو فندم احنا يعني كل اللي درسناه هنا عرضناه على سيادتك وابتدينا فعلا نشتغل فيه، يعني سواء اذا كان كوبري العاشر او اليوتيرن اللي اتربط مع محور الجزائر او كل المناطق ديت سيادتك صدقت لنا بيها واشتغلنا بيها على طول. مصطفى مالي يا فندم. اه يا فندم احنا عملنا هنا في المنطقه كل اللي لازم يا فندم، من بدايه من محور حضارات سيادتك حتى انتهاء بكوبري طه حسين يا فندم. طب السؤال ما زال قائم، والسؤال ما زال قائم يا هاني، لو انتوا في حاجه ثانيه هتخلي الحركه داخل القاهره وبين القاهره والمحافظات اللي اتعمل هنا، الناس كانت مستغربه قوي ان احنا يعني عشان كده احنا سميناه طه حسين عشان الناس تعرف ان احنا مقدرين جدا جدا لل ايوه فندم للناس يعني عظمائنا يعني طبعا، فاحنا سميناها عشان المقبره انتوا حطيتوها تحت الكوبري. اه فندم عملنا لها رفع كفاءه فاحنا هنسميه او نسميه طه حسين، دكتور طه حسين الكوبري ده. ايوه فندم كوبري دكتور طه حسين كده يعني. لكن انا بقول لكم تاني واحنا بنعمل ده انتوا في دراسه مستمره، ونفس كلام تمام يا فندم المهندسه هبه. اه المولودين العرب لو في حاجه انتوا شايفينها احنا في النهايه بنعمل ايه؟ الناس اللي بتشتغل ديت احنا بنغير حياه الناس في مصر. انتوا مين اللي بيعمل؟ انتوا. انا بشكركم. احنا اللي بنشكرك بالزياره اللي حضرتك نورتنا بيها النهارده. ده انتوا اللي منورينا، بس احنا جايبينكم الجمعه يعني مش كده؟ الشغل الجمعه. ها؟ الشغل الجمعه بيصلوا بالشغل. الشغل 24 ساعه. بس خلي بالكم ده نفع كبير للناس. كل جمعه في انا عارف انا جيت مره قبل كده هنا وبعدين كان لسه بس ما كنتش لسه صبيت البلاطات يعني. انا عايز اقول لكم على حاجه، اكتر حاجه ترضي ربنا انك بتعمل حاجه تسعد بيها الناس وتريح بيها الناس. فانتوا اه بتشتغلوا طول ما بناخد اجر يعني على كده. اه ماشي، بس انت ممكن تاخد اجر وتاذي يعني. ممكن نديك اجر ايه؟ تخرب يعني مش كده؟
ايوه يا فندم. بعد لما بنتابع الحمد لله يا فندم. ده امر ايه؟ امر نافع. ها بنشوف حضرتك دايما بتلف كل يوم جمعه في مشاريع مختلفه وفي الشوارع، دي حاجه بتبسطنا، ده بيخلينا بنشتغل بروح عاليه ماشي، وحاجه بجد يعني شرف لينا وحاجه بتبسطنا بتبسط اهلنا والله يا فندم. ربنا يديك الصحه. الله يخليك معانا يا ريس. عايزين حاجه؟ الله يخليك. صحيح الله يخليك. اي حاجه المواليد العرب، اي حاجه المواليد العرب، مصورين اهو. تعال واستكمالاً لأعمال تسهيل الحركة بمناطق كورنيش النيل أثر النبي، تفقد السيد الرئيس أعمال تطوير شبكة الطرق وإنشاء كباري لتحرير الحركة المرورية. سيادتك صدرت فندم على تطوير منطقة كورنيش النيل وتطوير كوبري العاشر لربط لنقل سكان مناطق المعادي وزهراء مصر القديمة ومنطقة مصر القديمة إلى مناطق مدينة المقطم ومدينة نصر، وده هيكون عن خلال شارع الفسطاط ثم كوبري الدكتور صلاح الشاذلي ثم كوبري الدكتور طه حسين وصولا الى محور ياسر الرزق الى منطقه الاسمرات ومنطقه المقطم، او استكمالا بمحور سميره موسى وصولا الى مناطق القاهره الجديده ومدينه نصر. التطوير ده يا فندم هيكون عباره عن تطوير اعمال الطرق، واكمال الاعمال يا فندم هيكون اكمال اعمال طول 6 كيلو 350 الاعمال الصناعيه كباري كيلو 600 والطرق السطحيه 4 كيلو 750. بالاضافه لكده يا فندم هيتم تطوير طريق كورنيش النيل بعرض 5 حاره مروريه لكل اتجاه بدءا من منزله على الدائري وحتى اسم مصر القديمه بطول كيلو 100، وهيتم تطوير طريق دار السلام بعرض 4 حاره مروريه لكل اتجاه بدلا من 2 بطول كيلو 400. الواحد هيشتغل كام ساعه في اليوم؟ ان شاء الله 20 ساعه ولا 25 ان شاء الله. يعني لما يكون حاجه كده 24 يا فندم عشان نخرج بسرعه. تمام. بصوا على المكان اللي انتم فيه، احنا موجودين دلوقتي هنا. هنحاول نحسن مقامها. ما تترددش ابدا في انك انت تقول ايه؟ طب الوصله دي نعملها. تمام. شكرا. كما مر السيد الرئيس على مناطق جنوب القاهرة بامتداد محور حسب الله الكفراوي الذي يربط مناطق زهراء المعادي بكورنيش النيل وصولا لطريق أسوان. استكمالا لأعمال إنشاء وتطوير القرى ومحاور جنوب القاهرة، سيادتك فندم صدرت على إنشاء امتداد محور حسب الله الكفراوي مرحلة أولى بطول 6 كيلو متر ابتداء من تقاطعه مع محور حسب الله الكفراوي ومحور محمد عزت عادل في منطقة زهراء المعادي وانتهاء تقاطعه مع طريق اسوان الزراعي الغربي نهايه المرحله الاولى يا فندم. المحور يا فندم بيتضمن انشاء عدد 5 كوبري لتحرير الحركه المروريه باجمالي اطوال 3.8 كيلومتر. الكوبري الاول يا فندم بالتقاطع مع محور حسب الله الكفراوي ومحور محمد عزت عادل بطول 500 متر وبعرض 4 حاره مروريه لكل اتجاه. كوبري تقاطع مع طريق الاكسترات. كوبري مرور اعلى مسار المترو بطول 800 متر وبعرض 4 حاره مروريه لكل اتجاه. كوبري بطول 1500 متر عبور مجرى نهر النيل وبعرض 6 حاره مروريه لكل اتجاه. كوبري التقاطع مع طريق اسوان الزراعي الغربي بطول 500 متر وبعرض 5 حاره مروريه لكل اتجاه. المحور يا فندم بيربط القادم من مناطق غرب النيل وجميع محافظات الصعيد بجميع مناطق القاهره. هنا بقى ده المجرى السيل مش كده؟ ده مقر السيل يا فندم. المنطقه دي بالكامل يا فندم هتتكسى وهيستغل الكلام المجرى ده، سلك لازم نحافظ عليه عشان كان جاي هتبطنوه هيتبطل. ايوه يا فندم هيترفع كفاءه، هيترفع كفاءته على وضعه تبطين ورفع كفاءته على وضعه واستغلال الاجداب بتاعته. احنا قلنا الاجداب دي هتبقى ممشى خلاص بقى المنظر بقى. تمام صدق كده بطلنا مش كده؟ تمام انا كده ولا كده انتوا هتبطنوا المجرى ده؟ ايوه احنا هنحافظ عليه ان هو ده في الاخر بيرمي في النيل. بيرمي في النيل يا فندم وبيحمي مناطق كثيره بس لو حصل احنا هنبطله. تمام ايوه فندم يعني هنحترمه اصلا. تمام يا فندم. لكن خلينا ايه نستفيد منه بقى لان هو ننام حاضر كده ممشى هنا ممشى هنا وماشي جنبي ممشى هنا. تمام صدق مش كده يا عادل؟ اه فندم.